Doh kongre ya dûlü paytext Arabistan Suudiye bu amadebûna grupên opozisyona Sûriye û kesayetiyên serbixwe bu amadebûna Kurdan bi du şandan kongre ya dû bi dawî hatî û tede dawînameyek ji aliyê beşdarbûyan hate ragihandin. Duwê dawînameyê de doza Kurdî wek doza netewî Sûrî hate binavkirin û li serê veberiya nenavendî bû Kurdan hate erêkirin. Li gor jêderên ji opozisyona Sûriyê navên sê endamên Kurd di desteya bilind ya danostandinan hatiye çespandin. Ew jî İbrahîm Birov serokê Encûmena Niştimaniya Kurd û cêgira serokê Encûmenê Fesla Yûsif, her wiha endamê desteya siyasî ya hevpeymaniya opozisyonê Hawas Xelîl û navê 47 kesê din ji opozisyona Sûriyê di desteya bilind hate ragihandin. Endamên ji hevpeymaniya opozisyona Sûriyê 10 endamin. بدر جاموس، هادي البحرة، عبد الله فهد، عبد الأحد أسطيفو، أحمد سيد يوسف، رباح حبوش، نصر الحريري، عبد الرحمن مصطفى، حواس خليل، إبراهيم برو. جدستيا هما هنجية شش أندامن، حسن عبد العظيم، صفوان عكاش، أحمد العصراوي، نشأة طعيمة، محمد حجازي، منير بيطار، جروبين تشكدار، ياسر عبد الرحيم، محمد منصور، حسن حاج علي، أحمد جباوي، بشار الزعبي، أحمد هيثم العودة، محمد الدهني، طلاس السلامة، هروها أندامكي جي جروبين تركمان. جي كاسين سربخوا، خالد محاميد، يحيى العريضي، طارق الكردي، عوض العلي، خالد شهاب الدين، بسمة قدماني، هنادي أبو عرب، فدوى العجيلي، درار البشير، مي الرحبي، سميرة مبيض، فرح الأتاسي، عيسى إبراهيم، فصلة خضر، عبد الجبار العقيدي، هوزين راكان الخضر، بلاتفورما قاهرة، جمال سليمان، فراس الخالدي، علي العاصي، قاسم الخطيب، بلاتفورما موسكو، يوسف سلمان، عروبة مصري، مهند دليقان، سامي الجاني. اوبوسيون سوريا خو آماده دكه بجاري كونغرا جنيف هشت ببا و دانوستاندني لگل رجيما سوريا بكه داكو چاره اكي جه كريزا سوريا را ببينن. كونغرا جنيف 8 دي بستو 8 دي وي مهي تيلي دارخسن و ناوين هاتنا راقهاندن بجداري دانوستاندنان لأيقل رجيمي دبن.